كان موجودة الناس برضو عارفاها أو اللي مش عارف يعرفها، إن أنت بتتكلم على كام مباراة يا أستاذ صام؟ 5 مباريات، 2 إفريقيا واتنين دوري، واحدة بطولة سوبر كلين شيت. تمام. فدي برضو يعني من الحاجات اللي عايزين نستمر فيها يعني. طيب عايز أشرح برضو للسادة المشاهدين دي كواليس عودة البعثة النهاردة صباح اليوم، ده لقطات من مغادرة الفريق لفندق الإقامة في مدينة العين، وهتشوفوا دلوقتي وانتم معانا على الهواء مباشرة يعني توجه الفريق من فندق الإقامة إلى مطار أبو ظبي، استقلال الطائرة، العودة للقاهرة. الفريق الحمد لله وصل بسلامة الله. كل الكواليس هتشوفوها دلوقتي معانا على الهواء مباشرة، كواليس خاصة وحصرية لجماهير النادي الأهلي في كل مكان، وجماهير الكرة المصرية أيضا اللي بالتأكيد بتبقى حريصة على متابعة النادي الأهلي، أفضل نادي مصري وأفضل نادي إفريقي وصاحب الألقاب والتاريخ الكبير اللي البعض كان بيلعب شوية على جزئية التاريخ، بس كل ما تراهني على التاريخ هكون حاضر وموجود في الموعد وأقدر أكسب وأحقق الهدف. سؤال بقى، هي الناس دي ما روحتش يعني امبارح بالليل كانوا معاهم في الاوتيل بيتنططوا وفرحانين والناس موجوده معاهم، بص الصبح هم ايه رايحين على المطار برضه صور والكلام ده، وكان في جمهور كمان على فكره يعني اللقطات اللي هتيجي ما انا بقول لك جمهور يعني غريبه جدا، ده عارف بس يأدي اللي هي اخر اماكن عشان يبقى عند اللوبي، هتلاقي في ناس مستنياهم في طريق الباص. الناس يا استاذ سايبه حياتها كلها هناك ومع النادي الاهلي، لان الاهلي بالنسبه لهم حياه، انت عارف النادي الاهلي ومحمد برضه لما في بعثاتنا بيشوف ايه اللي بيحصل. طبعا انا حضرت في ملعب هزاع بن زايد 3 مباريات، يا دوبك ما بزوغ النهار يعني. التحرك ده كان حوالي الساعه 7 الصبح في بتوقيت ابو ظبي. استاذ محمد استاذ عصام عارف وحضرنا من زمان وكان بيسافر معانا وبتاع، بس من الاجيال بتاعتنا الحاجه الوحيده اللي عمرها ما اتغيرت هي جمهور النادي الاهلي حقيقي على مر الاجيال كلها، هو الحب وحابين الكيان، مش حابين فلان ولا فلان وفلان، بس بيشجعوا الاهلي. كل ما يجي حد يرتدي الفانيله الحمراء او يقعد على كرسي مجلس الاداره او يمسك جهاز النادي، لا اي حد ينتمي للنادي الاهلي بقى عشق. وفي ميزه في جمهور الاهلي بقى عشق، ما بيعملش ابطال من الهوى. صحيح. يعني فكره فيلم بطل من ورق الله ده مش عنوان دايما موجود في جمهور الاهلي. يعني جمهور الاهلي يوم ما بيشجع لاعب بيشجع لاعب في ماتش لهدف للعبه بس، لكن ما بيخلوهوش أسطورة إلا لما يكون بجد أسطورة تستحق ده. وعلى فكرة صحيح. ولما بيجي حد من ذنبه إن هو ما قدرش يكون بحجم النادي الأهلي، بس هو يعني زي ما بنقول بقى محترم وكذا، بيحترموه للنهاية وبياخد وداع شيك وعمرهم ما بيقولوا عليه أي حاجة، إلا بقى لو هو قال بقى أنا الأعظم والناس مشوني. حضرني حاجة عايز أقولها دلوقتي. اتفضل. حب جماهير النادي الأهلي للنادي الأهلي بيحسسني برضو باللي أنا شفته امبارح وشفته على مدار سنين من دولة الإمارات والشعب الإماراتي، حبهم لمصر للبلد دي. صحيح. للبلد دي حاجة، كل خطوة حصلت امبارح، كل موقف تحس إن الناس بتعاملك بحب، استقبال بحب، تنظيم بحب، كل حاجة فيها حب كبير. والحاجة كمان اللي مزودة فرحة جمهور النادي الأهلي بالبطولة امبارح إنها بتتوافق مع الخمسين سنة علاقات، اختاروا التوقيت. بس 50 سنة. الله ينور عليك. الله ينور يعني عليك. شوائب 50 سنة حب، هم مسمينها كده، وأخوة وشراكة، حاجة جميلة. فاختاروا التوقيت ده. والترجمة تفوز النادي الأهلي. كان ممكن ياخدوا على فكرة، كان ممكن ياخدوا سوبر أوروبا. طبعا. كان ممكن ياخدوا ماتش بين ريال مدريد وبرشلونة. طبعا. لكن اختاروا مصر. لأن أي إيفنت بيتعمل في المصريين بيبقى عامل كده. لا هم بيفرحوا معانا، ودي ميزه نوعيه. صحيح. عندنا حتى انا ساعات لما بقول يا اخوانا احنا نفسنا ما نبقاش يعني ايه، لما يطلع يقول لك ايه اصل احنا هنروح عشان بيعملوا كرنفالات في الامارات او في اي بلد شقيق يعني. انا ساعات بيخلونا نقول طب واحنا هنفضل قليل الكرنفالات يعني. أيوه. انا ما اقصدش هم خالص، بالعكس. طبعا. الناس بتشتغل لبلادها طبعا. بصوره تشرف. صحيح. وبيقول لك انتوا الاصل وانتوا وكذا، طب ايه اعمل لنا ايه اكتر من كده؟ لكن طبعا. اوان بقى ان انت اما ترجع اعمل الملعب زي ده بقى يا اخي، واعمل الاضاءه زي دي يا اخي، وهات كاميرات زي دي يا ورجع اخي، ورجع الجمهور كده. انا بقول لحضرتك ورجع الجمهور بقى اللي هو واديك شفت اهو، لما في امن ما فيش كلام نظام. لما اهلي وزمالك يعني اصعب اتنين مع بعض. انا امبارح شفت جماهير اهلي كتير في وسط جماهير الزمالك. طبعا عادي جدا. طبعا عادي جدا، ما فيش اي مشاكل يا بيه. في قانون يا بيه. صح. في قانون يا بيه يمشي على الكل، طالما ما فيش اللي قلناه انا والكابتن حشيش. وانت ضحكت اللي هي تبص الواحد يقول لك ايه ماشي. طب ده ماشي كل حاجه هتبقى تمام. سيبه ده سيبه عديه. كل حاجه هتبقى تمام طالما الجمهور امبارح قاعد
في جمهور قاعد لو عمل بس أهو برجله كده هيبقى في الملعب. الصوره دي الساعه 6 7 الصبح ابو ظبي. دول ما ناموش، دول وقفوا قدام الاوتيل لغايه الصبح. يعني فرق بس 4-5 ساعات من وقت ما نهايه المباراه والفرقه في الاوتيل لغايه توقيت المغادره. الزملاء من صحف اخرى يعني ومواقع بيقولوا الناس فعلا راحت ورا النادي على الاوتيل، ما حدش رجع ولا واخد سندوتش، يعني يبدو في حدائق او حاجه. ما مشيوش. لا الصوره امبارح كانت جميله. بص الحب بقى والفرحه اللي شفناها في الاوتيل امبارح. انا فرحان لشادي قوي، شادي حسين. فرحان، لعيب كويس قوي، بحبه انا من زمان من متابعتي ليه. ابن الثالثه شمال، وكمان هو اهلاوي اهلاوي يعني. وبعدين اول بطوله ياخدها مع النادي الاهلي يعني، ومع المنافس، فدي حاجه. جيب جون في افتتاح الدوري، حاجات تنم انه بني ادم كويس. صحيح. لو شفت السبرنت اللي فاعه بعد الجون بتاع سافيو، شفته، خد باله شفته. كلهم هو جري لوحده على الجمهور، جاري سبرنت ورا الجون، حاجه مش ممكن. لسه الاستاذ بيفكرنا مكانه. ايوه الله ينور عليك، ويعرف باور الجمهور. قال جمله امبارح، يمكن الصفحه الرسميه لنادي الاهلي لما رصدت الاحتفالات من ارضيه الملعب، قال جمله والله انا امبارح سمعتها من اهلاويه كتير. احنا الاهلي، الاهلي رقم واحد، الاهلي رقم واحد، احنا الاهلي رقم واحد. لما لعيب امبارح لما علي معلول شاور عليها للجمهور، اللعيب لما يقول ده واحد عايش ما بين الجماهير. طب ما تقول اللي قبلها بقى، اللي هي من ايام التعاقدات، واخد بالك ازاي؟ وقال لك الشادي زمالك، لا اهلي. هو الراجل طلع حسمها، قال لهم انا اهلاوي ميت على الاهلي، مسكت العلم، فمفيش مجال للكلام يعني. انت قال ما حدش هيفوضني الا النادي الاهلي، فانا مش هفوضه اروح. بس ما معرفش كانوا ازاي يعني بيقولوا هنا وهنا. في نقطه حصلت في تقديم شادي حسين وكانت جديده على كل الناس، لان اول مره يشوفوا لعيب بيقدم نفسه للجمهور، بيمسك العلم بتاع الجمهور في المدرج. مسكه العلم دي حسب من خلال متابعتنا لما كنا بننزل الملاعب يعني بنحتك بالجماهير وبنسالهم والجروبات، مسكه العلم دي ما بيمسكهاش الا قائد الاوركسترا بتاعت الجماهير. أيوة. واللي بيعزف في اللي في بيعمل المدرجات. اللقطه يعني. اللقطه بالظبط كده، ما يمسكش العلم ده الا الواحد اللي هو الوفي. صحيح. القريب جدا من الجمهور، التفوهات. اللي الناس بتثق فيه. التيفوهات. ايوه بالظبط، التيفوهات اللي هو واحد الثالثه شمال من اصل المدرج ومن اصل الجماهير. بالظبط كده، ما هي التفاصيل دي مهم الناس تعرفها من قيادات عشان تبقى عارف. هو محتاج يعني متهيألي الناس تستنى عليه شويه. طبعا شادي. طبعا مليون مش عارف ليه الناس حاطه في دماغها انه لازم يجيب 10 تجوان وبدل، عشان مقتنعين بيه قوي من خلال السنه اللي فاتت ولعبه من الهدافين الكبار وجاب اجوان كويسه. نفسهم اللي عملوا بقى بره ده يعملوا مع النادي الاهلي. ما هو لازم بس يعني مستعجلين يعني عليه وقته. بس انا حاسس ان هو بدا يبقى بيدوس على نفسه بزياده عشان يعني عايز يرضي الجمهور. صحيح. لانه منهم زي ما صحيح. محمد قال. صحيح. فكده يعني كتير عليها، يبقى عليه لود اوفر الحقيقه. وبعدين في كمان حاجه برضو الناس لازم تعرف، ان الوضع السنه دي مختلف في ايه؟ ان اللعيب اللي بينزل الملعب دلوقتي بيبقى عليه ضغوط، لان في بره اتنين على الاقل في كل مركز ضاغطين عليه. وبعدين الراجل واضح ان اللي هيأدي، وانا سمعتها من لعيب من اللعيبه بيقول الراجل اللي هيأدي في الملعب هو اللي هيلعب، ما عندوش فلان ولا فلان ولا فلان. واكبر دليل عشان كده ده اللي مريح اللعيبه. لا، واكبر دليل هو لغايه دلوقتي مش واضح بالنسبه للناس مين راس الحربه الاساسي. لا خالص يعني، هل شادي، هل محمد شريف، هل ممكن حسام حسن يظهر؟ صحيح. قال انا بدي كل لعيبتي فرصها. صحيح. الراجل مش عايز بقى يقول لقد علمت مين هيلعب. لا 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 لا. ومتواصل، وزي ما انتم شايفين على الشاشه كواليس خلاص خروج الفريق من مطار القاهره الدولي. طيب، تفاصيل اكثر عن عوده البعثه والجديد النهارده في النادي الاهلي، خاصه ان النهارده في مجموعه من القرارات كان اهمها ان النهارده مفيش راحه سلبيه وفي تمرين زي ما اكدت لحضراتكم. كل التفاصيل دي بالتاكيد هنعرفها من خلال زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي، واللي كان موجود مع البعثه من اليوم الاول وحتى الوصول. مساء الخير يا فاروق، والف الف مبروك.
خليني ارحب بيك يا محمد وبارك لك كل التحيه ليك وكل التحيه لكابتن مصر كابتن محمد حشيش والاستاذنا الكبير الاستاذ عصام شلتوت. مليون مبروك يا محمد ومليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. خليني اقول لك كان وصلنا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا محمد. وصلنا كام من دقائق الى مطار القاهره والاهلي يحمل كاس السوبر رقم 12 سريعا. يعني الفريق بيحضر للتوجه الى ملعب مختار لتيتش لاداء تدريباته. ومستر مارسيل كولر خلاص قفل صفحه مباراه السوبر، قفل الاحتفالات، بدا التحضير لمباراه الدوري ولقاء الداخليه. تركيز كبير جدا. يعني عايز اقول لك يا محمد واحنا على الطائره مستر مارسيل كولر بيتفرج على المباراه بيشوف ايه الاخطاء اللي الفريق وقع فيها. بعض اللاعبين يعني طلب النسخه من المباراه يتفرجوا ويتابعوا ايه كل لاعب بيتفرج على نفسه في المباراه بيشوف ايه اهم الاخطاء اللي وقع فيها. العقليه يا محمد الموجوده في لعيبه النادي الاهلي واللي الواحد لمسه من اللعيبه، اللعيبه بتركز في تفاصيل مهمه جدا. مستر مارسيل كولر بيحط قواعد للاعبين في تفاصيل في امور كتير جدا مهمه. كلامه تحضيراته خلاص قفل الصفحه، مبسوط جدا طبعا بالانتصار، مبسوط باول بطوله ليه مع فريق النادي الاهلي، وقال لسه انا عندي كتير، لسه يعني قدامنا مرحله طويله وقدامنا شغل كتير. اللي احنا لامسينه من التركيز اللي عند اللاعبين فرحه كبيره جدا. عايز اقول لك يعني احنا واحنا موجودين في مقر الاقامه للبعثه والجاليه المصريه وجماهير النادي الاهلي وجماهير العنويه الجميع يعني في حاله سعاده بتتويج وفوز الاهلي بكاس السوبر. الجميع محمد طالب من الاهلي المزيد من البطولات خلال الفتره القادمه، دوري، كاس افريقيا ان شاء الله، يعني الامور كلها تكمل على خير. عايز اطمنك على بعض الامور يا محمد. طبعا كان برونو سافيو خرج للاصابه في نهايه المباراه، بطمنك ان برونو سافيو طبيا ما فيش اي مشكله، اطمنا على عليه من خلال شد ما كانش اصابه شد بسيط يعني يا فاروق اعتقد اللي هو بتاع الاجهاد ده الكابتن يشرح لنا اجهاد جهاد في الخلفيه اكيد يعني يعني خليني عمل هو لا عمل سبرنتين ورا بعض طبعا. طب قول لنا يا فاروق. خليني احيي طبعا استاذنا الكبير استاذ عصام شلتوت على وصفه حبيبي جدا لهذا الامر. فعلا بالفعل يعني هو فعلا برونو سافيو في اخر المباراه عمل اكتر من سبرنت اجهاد، فطمنا من خلال الدكتور احمد ابو عبله. استاذ عصام لعيب كبير خد بالك يا فاروق. طبعا يعني الاستاذ عصام لعيب كبير جدا راس حربة راس حربة. انا كنت انا ليا شهود جمال سالم ومحمد يونس شافوني بلا. اتفضل يا فاروق. وايضا اطمنك يا محمد طبعا في بعض الامور برضو بنطمن من خلالك برضو جماهير النادي محمد عبد المنعم اللي كان بيتحمل في لعيبه محمد كانت بتتحمل على نفسها في المباراه. محمد عبد المنعم كان بيلعب وعنده كسر زي ما صرح لنا الدكتور احمد ابو عبله. خلال الايام القادمه هيتم يعني اجراء بعض الفحوصات، من الممكن اجراء عمليه للكسر في الانف محمد في الانف محمد عبد المنعم. حمدي فتحي يعني اللي عايز اقول لك خلال يعني دكتور احمد ابو عبله مع حمدي فتحي كان دور برد خفيف وقدر برضه يعني بالعلاج بامور كتير جدا. الروح اللي كانت عند اللاعبين يا محمد، اللعيبه كانت مركزه لما كنا بنتكلم ونقول لعيبه النادي الاهلي كانت فعلا مستنيه المباراه دي من اول يوم يا محمد. واحنا بنغطي بعثه النادي الاهلي او بنغطي المباراه بتفاصيلها على قناه النادي الاهلي كنا في كنت في كل رساله بقول لعيبه النادي الاهلي مستنيه المباراه دي، لعيبه النادي الاهلي مستنيه البطوله دي. ده اللي احنا شفناه لمسناه من اللعيبه، جديه، تركيز، طموح عند اللعيبه. اعتقد يا محمد لازم نوجه كمان الشكر والتحيه للمسؤولين في دوله الامارات الشقيق على كل اللي احنا شفناه، على الترحيب، على الود، على امور كتير جدا. تحيه لكل المسؤولين اللي قاموا على هذا التنظيم، شركه السادات الوطنيه وشركه بريزنتيشن، الجميع لم يتوانى على تقديم مشهد وصوره تليق بالكره المصريه. انا مش هقدر ازيد في الكلام ده واتكلم لوجود قيمه كبيره زي الاستاذ عصام شلتوت والكابتن محمد حشيش وانت برضه محمد تتكلموا في هذه الامور لان فعلا مشهد احنا كنا في ارض الواقع شايفين مشهد فعلا يليق بالرياضه المصريه، يليق بالكره المصريه. رقي عالي جدا من المسؤولين في دوله الامارات الشقيق، الجميع سعيد جدا، الجميع يعني انا كل مكان في جنبات استاد عزاع بن زايد الامارات ومصر قلب واحد. عبارات تحمل كلام من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبارات تحمل كلام من الشيخ زايد، من الشيخ محمد خليفه، محمد بن راشد، امور بتدل على عمق العلاقه اللي بين الشعبين. فاروق الفرقه رايحه التمرين حاليا وقدامي حتى لقطات اهي للتجمع اللاعبين في المطار، بس قبل ما اتكلم على التدريب انا ملاحظ ان الفريق نزل في صاله الوصول صاله خاصه لفريق النادي الاهلي.
الصالة الخاصة بالفعل يا محمد تم استقبال النادي الاهلي في صالة كبار الزوار لصالة رقم هي الصالة اللي بيتم فيها نهاية الاجراءات بمقابل يعني يعني صاله الفي اي بي ايوه الفي اي بي بالظبط يا محمد تم الانتقال استقبال النادي الاهلي في صاله الفي اي بي وهنخليني اقول لك ان حاليا الباص الخاص بفريق النادي الاهلي بيتجه الان بيتحرك دلوقتي في طريقه الى استاد مختار لتيتشي لاداء تدريبات فريق النادي الاهلي. محمد يعني انا كلام بكلمك في امور واقعيه الواحد بيشوفها من اللعيبه، لعيبه في الملعب في الطياره مركزه ان احنا هنروح التدريب هنعمل عندنا فقرات كذا، في امور كتير جدا اللعيبه خلاص مركزه، مش يعني محمد مش عارف نشوه الانتصار مش واخده اللعيبه فرحنا انتصرنا، لكن اللعيبه بتبص للمباراه اللي جايه، عندنا مباراه عندنا مشوار دوري، اللعيبه مقدره تماما حجم المرحله، مقدره تماما حجم شغف جمهور النادي الاهلي تمام. اللي لازم نوجه له كل الشكر. ويعني محمد ان شاء الله الفتره القادمه وشك حلو يا رؤى، وشك حلو يا رؤى، الحمد لله قلت له الكلام ده قبل الماتش، قلت له بتفائل بيك هو كالعاده ما شاء الله الحمد لله. طب فاروق انا سامع ان ممكن يكون في مباراه وديه كمان، هل الكلام ده صح؟ لا حاليا محمد لم يتم التاكيد على ان يكون في مباراه وديه او لا، ما تمش تاكيد هذا الامر، اللي تم تاكيده هو ان هيكون في تدريب، لكن المباراه الوديه ما تمش تاكيد لهذا الامر حتى الان. انت مكمل معاهم يا فاروق للتتش؟ بالظبط يا محمد احنا هنتجه ايضا لملعب مختار التتش اللي طبعا نتابع تدريبات ونشوف كل الامور، ويعني هنكون معاك بكل التفاصيل ان شاء الله من تدريبات النادي الاهلي. اكيد فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، وبالتاكيد رحله موفقه، وان شاء الله يعني دايما كده الاهلي كله موفق، يعني كل رحلاته الافريقيه والدوليه تكون فيها بطولات.